إذن إن كان الأمر كذلك والثمن باهظ، ثمن أرواح هذه ترى، ثمن دماء. لذلك الإمام السالمي رحمه الله قال: لا تبلغ الحرية إلا بالدم والدموع. نعم، طيب إن كان الأمر كذلك، هل من العجب أو مما يعاب على أهل فلسطين أن يقاوموا الجيش الصهيوني؟ بعض الناس يقول: كيف يقاوموا وكيف يستطيعوا؟ كيف يستطيعوا؟ وأي بلد محتل له جيش منظم؟ بماذا أخرج يعني قصم المحتل إلا بالمقاومة؟ أي بلد تحرر إلا بالمقاومة؟ فمتى ينتظر؟ ينتظر يتحرر؟ والآن الفلسطينيون أنا أتكلم عن المجاهدين وأهل غزة وفلسطين على أي حال كلها، فأهل فلسطين كلهم أحرار إلا من بطح فهو فقد تصهين منهم أو من غيرهم، نحن لا شأن لنا بهم بهذا بأولئك. أولئك الآن هذا جابوا قوة عالمية معتدى عليهم. كنت أقول لواحد كان يتحدث حول هذا الموضوع: أولئك عددهم أقل المقاومين وعدتهم أقل من قوة الصهاينة ومن كذا. قلت له: طيب المقاومون هؤلاء أهل غزة معتدى عليهم أم معتدين؟ قال: معتدى عليهم. قلت له: ما يقاوموا؟ أقول له: أنت إذا اعتدى عليك 50 رجلا اعتدوا عليك وجاءوا إلى بيتك معتدين عليك، ماذا تصنع؟ قال: دافع. قلت له: كيف الدافع؟ يقول العمانيين المثل: واحد مع اثنين ضعيف ومع بين الثلاثة قتل. كيف انت ترك انت تروح فيها؟ انا اقول له كذا، قل انت تروح فيها 50؟ قال: ايوه. خلينا اروح فيها. قلت له: ما شاء الله، هذه هي الحقيقة. انت معتدى عليك مهما كان عددهم ومهما كانت قوتهم، انت تدافع، انت تدافع، وممكن ما ينجح وما يعاب عليه اصلا. ان قتل لا يعاب عليه، لكن ان انبطح ايش يعاب عليه. قلت له: اذا كانت انت الان 50 جايين وما تقبل الا الدافع، ولو تموت؟ يقول: نعم، ولو اموت. طيب موت، وانت تموت عزيز، انت تموت كريم، انت تموت مدافع، هذه هي هذا هو الحق. طيب كيف اذن الان تقول كيف المقاومه تقاتل الجيش الصهيوني؟ المقاومه هذه والفلسطين كلهم الان في موقف ايش؟ تحرير الرفاه. هل هناك من يقبل بالذل والهوان؟ هل هناك من يقبل بالضيم والعبودية؟ هل هناك يقبل من يقبل أن لا يملك وطنه، ما يملك قراره، لا إرادة له؟ من يقبل؟ إن خير بين أن يموت وبين العبودية، بين أن يموت في أرضه وبين أن يظل عبدا، ماذا يختار؟ يموت في أرضه، ولما يموت يموت ماذا؟ كريم. فهذه الأصوات انتبهوا التي تسمع من هنا وهناك لا قيمة لها أولا في الشرع، لا قيمة لها في الشرع ولا أيضا في واقع الناس جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون هش بيته فهو شهيد. بيته، من قتل جايين يعتدوا عليه في بيته ويموت شهيد. طيب ما دام من قتل دون بيته شهيد ودون وطنه بعد ما شهيد، هو بيت بدون وطن؟ هل هناك بيت بدون وطن؟ لا، بمعنى البيت أن تكون عزيزا مالكا لبيتك
لا يكون إلا في وطن أنت عزيز فيه وأنت مالك له، مع من؟ مع الآخرين من سكان تلك البقعة. أما الغرباء المحتلون لا، لا مكان لهم، أولئك محتلون. فالكرامة الإنسانية تأبى، والشرع يأمرنا بهذا، من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد، وقبل هذا من مات دون بيته فهو شهيد. كيف لما يكون هذا الوطن له خصوصية، أنا أتكلم يعني كفلسطين، له خصوصية إيمانية، له خصوصية عقدية، فيه مقدسات إسلامية، ألا يستحق أن يضحى لأجله؟ ألا يستحق؟ طيب وماذا تروى الأوطان؟ تروى بالدماء. لذلك نسأل الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود، جهود المقاومين الأبطال، بالنجاح وبالاستقلال وبتطهير المقدسات بإذن الله تعالى. ونحن على ثقة أن النصر متحقق، وسيعلن ويتلى بيان النصر عما قريب، وسيندحر كل الأعداء. الآن الأمم كلها، الأمم الصليبية وغيرها، أتت بقضها وقضيضها. أهل فلسطين ما يواجه الصهاينة فقط، ما يواجه اليهود، يواجه كل دول الاستكبار وأذنابهم. ما يكفيهم صبرهم، ثباتهم. الآن من بداية الحرب طوفان الأقصى إلى الآن 77 يوم، كذا 77 يوم، ثابتين. قل واحد مجازر كذا، لا إشكال، هذا مجازر من سوينها؟ العدو الفاشي، لأن الذي لا يستطيع أن ينازل ولا يقابل، هذا السلاح المهزومين، لأنهم أصيبوا بمصيبة، بهول الفاجعة في 7 أكتوبر، هزموا هزيمة قاسمة، وهم يتجرعون غصتها ومرارتها، وسيبقى الصهاينة يتجرعون مرارتها وغصتها إلى أبد الآبدين. مسألة ترى ما سبق لهم أن هزموا في أي معركة سابقة مثل ما هزموا وحطموا في هذه المعركة. ولذلك بقدر الألم يكون الصراخ، بقدر الألم يكون، وبقدر الانكسار والهزيمة يكون ردة الفعل. وإيش الرهوة على الأطفال؟ هذه شجاعة بالله عليكم؟ هذه شجاعة؟ شجاعة الرهوة على الأطفال وكبار السن وكذا؟ إذا كان عندهم شجاعة يواجه أولئك الأبطال، ما عندهم، لأنهم أصلا أقبل من الجبن، كما قال وربنا قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه ليست شجاعة. وسيوافقون رغم أنوفهم على شروط المقاومة، أذلاء صاغرين، ويبقى العدو هو العدو، والمقاومة تظل له بالمرصاد وتستعد للتحرير النهائي، تستعد للتحرير النهائي، ما في شك هذا. فلا إشكال، يعني هذه المجازر وكذا هذا شيء، والشجاعة المقاومة شيء آخر. شوف كيف يعامل المسلمون الأسرى، وكيف يعاملوا الصهاينة الأسرى، حتى العمانيين، نسيت لكم أقولكم، حتى المؤرقين البرتغال يقولون أن العمانيين كان يعاملون الأسرى بأدب. لما تغلب العمانيون وقع أسرى معهم كثير من البرتغال، وكانوا يتعاملون معهم. نعم، هذا هو الإسلام، وهذا هو أخلاق المسلم. والفرق والآن واضح، الآن كيف يتعامل المسلمون المجاهدون مع الأسرى، وكيف يتعامل الصهاينة مع الأسرى المسلمين، الأمر واضح. وهذا في خير، لأنه يعني نال استعطاف العالم كله. الآن العالم كله متعاطف الآن،
الآن متعاطف، حتى الذين معهم الآن يحاولوا أن يلمعوا صورتهم، لكن كيف يلمعوا صورتهم وهم غارقون في دماء المسلمين؟ يحاولوا يلمعوا الصورة، لا لا، ولو لمعوا هم أقبح من القبح أصلا، هم أقبحوا من القبح. أفعالهم الشنيعة وصمة عار. هؤلاء انحطوا إنسانيا وسقطوا أخلاقيا وفقدوا مصداقيتهم وتجردوا من إنسانيتهم ورجولتهم، تجردوا من كل قيمة، واعترفوا بألسنتهم أنهم صهاينة، اعترفوا على أنهم صهاينة. إذلك ماذا يرجى منهم؟ أيرجى خير؟ أي عاقل يرجو من هؤلاء خير؟ وأي عاقل يثق بها بأولئك الناس؟ أي عاقل؟ المسلم لا يلدغ من جحر مرتين، فكيف إن لدغوا أولئك مرات ومرات ومرات، ولكنهم استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ولذلك هم في أحضان أولئك مرتمون.